في ظل هذه الأزمة الطاحنة ما ممكن السكوت وقبول هذه المظاهر والشبهات من الفساد. يعني أنا أتكلم من أول يوم في تعييني وتكليفي بتشكيل الحكومة، كان توجيه سيدي صاحب السمو حماية المال العام ومحاربة الفساد، هذا العنوان الرئيس اللي أنا يعني أنطلق منه وملتزم فيه أمام ربي أولا سبحانه وتعالى، ثم يعني سيدي صاحب السمو وشعب الكويت. هذه مسؤولية يعني أمامنا كلنا أن نضعها تحدي كبير أمامنا، حماية المال العام ومحاربة الفساد. فإضافة إلى ذلك طفح على السطح مثل ما ذكرت من السابق تركيبتنا السكانية والخلل فيها في هذه الأزمة، هذه ما يعني ما تتعدل بيوم أو يومين، لكن نحتاج إلى وقت ندير فيها المراحل بحيث نصل إلى تعديل لهذا الوضع في المستقبل.